السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد من خلال ان شاء الله غادي نشوفوا لا سيغي نيميرو دو في الدرس ديال الفيزياء و اكزومبل داكسيون ميكانيك و بيان اكزومبل دي داكسيون ميكانيك درس خاص بجدع مشترك علمي خيار فرنسية. لان لا سيغي فيها جوج ديال ليزيكزيرسيس اللي هما اللي امامنا غنحاولو نشتغلو عليهم. والحاجة كندعوكم للاشتراك اللي مازال مشتركش فعل الجرس باش يوصلو الفيديوهات ان شاء الله، سواء ديال التمارين دروس او لا ايضا الفروض. بالنسبة لإكزرسيس 1، ان ان كور سوليد اس دو ماس ايكال 400 غرام سو ديبلاس فيغ لو با سور ان بلون انكليني دان انجل تيتا. لي كومبوزونت تانجونسييل اي نورمال دو لا رياكسيون دي بلون سون ريسبكتيفمون ار ان ايكال 2 نيوتون ار تي ايكال 4 نيوتون. عندنا هاد لو كور اس كي ان ماس ايكال 400 غرام il se déplace vers le bas donc نحو الاسفل كينزلق فوق هذا السطح المائل، السطح المائل بالانجل تيتا. عندنا لي كومبوزونت او يعني التقسيم ديال الرياكسيون ديال البلون للاحتكاك. عندنا الار نورمال فيها 2 نيوتن والار طانجونسييل فيها 4 نيوتن. لي دوني عندنا جي تيغال ا 10 نيوتن بار كيلوغرام. لا بروميير كيسيون فير لانفونتير دي فورس ابليكي سور لو كور سوليد، كنديرو نجرة القوى المطبقة على هذا الجسم. Donc le système étudié fait la question où est le corps S pour les forces à appliquer ou bien exercer sur ce corps. On a le poids du corps S, on a la force exercée par le plan incliné et on a la réaction des plans. On a le poids Ramzella P ou la réaction Ramzella R. La deuxième question, pour chaque force, dire s'il est localisé ou réparti de contact ou à distance. C'est le poids du corps à distance, ou qu'est-ce qu'on répartit, dit à distance répartie. C'est la réaction des plans, c'est une force de contact répartie. Quand il y a une bird, on a dit TMS, ou Jojum, le quoi Mouza. La troisième question, déterminer les caractéristiques du poids des corps solides. Donc, chaque force a quatre caractéristiques. Elle a le point d'application, il y a le point G, ou le centre de gravité, il y a le corps S. C'est la droite d'action. هي الدروات فيرتيكال باسون بار جي، يعني مستقيم راسيه مور من جي. بور لو سونس دو جي فيغ لو با، من جي الاسفل. بور لانتونسيتي بي تيغال ام فوا جي، ام بالكيلوغرام هي 0.4 فوا جي تيغال 10 دونك تيغال 4 نيوتن. كاتريم كيستيون، شوازير ان ايشيل اي ريبريزونتي لو بوا دو كور سوليد. دونك ليشيل عندنا اف بي 4 نيوتن، دونك 1 سنتيمتر فاغ ايتر ريبريزونتي بار 2 نيوتن. Donc 4 newton va être représenté. Donc ça nous fait 5 cm. Donc la règle de 3. La règle de 3 4 fois 1 les juges. Donc il y a 2 cm. Donc 4 newton va être représenté par 2 cm. On a ce mot de chaque même gel SFL. Autour de là 2 cm. Donc je vais P avec la flèche. La cinquième question et la dernière. Calculer R l'intensité de la réaction des plans. Donc le chiffre de dire R, R, et R, N, Z, R, T. Donc cadeau les forces. Donc la somme des vecteurs R est égal à Rn plus Rt. Donc à définir le modèle multijet, les cartons et les moutelettes. Donc maintenant on va regarder notre profil à la cadeau le vectorus. Donc R c'est ce qu'on a dit le water. Donc c'est ce qu'on a dit la racine de Rn carré plus Rt carré. Donc à définir place au coup d'abord la valeur de la Rt ou la Rn à déduire. و ار تي 4 دونك هي 2 كاري بلس 4 كاري. دونك الغاسين ديالها هي 4 ناقص 16 دونك هي 20. دونك الغاسين ديال 20 تيكال 4.47 نيوتن. دونك قيمة ار هي 4.47 نيوتن. قلنا مطلوبوش منا لا غوبخيزونطاسيون ديال لي فورس. بالنسبة الا بغينا نرسمو، فبالنسبة ل ار تي غتكون غادا هكا لاكس، لان الجسم غادي لاسفل دونك هي غادا هكا. ار ان غتكون عمودية هكا، و ار غتكون مائلة هنايا. Donc on passe au deuxième exercice. Donc un récipient cylindrique est fermé par un piston de base circulaire de rayon R et de masse négligeable. Donc on a un gaz, un cylindre, on a un piston, le wad blakhdar, شكل ديالو شكل ديسك سيركولير عنده شعاع R ولكن la masse ديالو négligeable ni ما غاديش نعتبروا الكتله ديالو. Le piston peut coulisser facilement sans laisser le gaz emprisonné dans le récipient s'échapper donc
هذا البيستون يقدر يعني ينزل او لا يطلع، ولكن بلا ما تيخلي الغاز انه يعني يسيشاب ولا يخرج من السيلندر. دونك لو بيستون ايطون اون ايكليبر، هنا في حاله توازن، اين التيتود اش 1 دونك واحد الارتفاع بارابور او فون دي ريسيبيون، اون بوز اوسي ان كور اس دونك نحطوا عليه كتله هنايا ولا جسم اس عنده واحد لا ماس ام 1 اللي غادي يعطيونا هنا اللي هي 2 كيلوغرام. On constate que le nouvel équilibre s'établit lorsque le piston est à une altitude h2. Donc, nous avons un tir 2 kg. Nous le piston chouïa. On va utiliser l'artifère. Ou le cas, on va utiliser l'artifère. On va utiliser l'artifère. Donc, la première question. On a la pression atmosphérique dans le jouet 10-5 pascal. Chouïa dit 10-5 cm. M coûte 2 kg. Ou G 10 N par kg. La première question, faire l'inventaire des forces, modélisant les actions mécaniques appliquées au système. Le système DNA ou le piston au solide. Et donc, je vais prendre les forces. Donc, on a le poids du solide S, donc on a le poids de l'eau. Ou on a la force exercée par le gaz sur le piston. Donc, on a le poids ou la force qui est appliquée par le gaz à le piston, pour faire l'équilibre. La première et la deuxième question, classer ces forces. واش تو كونتاكت ولا ديستونس، واش ريبارتي ولا لوكاليزي. بالنسبه للبوا راه ا ديستونس و ريبارتي، وبالنسبه لا فورس اكزيرسي بار لو بيستون سير لو سوليد دو كونتاكت ريبارتي. دونك ولا دوزيام بار فورس لي لا فورس اكزيرسي بار لو غاز سير لو بيستون اللي نطبقها من الغاز دو كونتاكت ريبارتي، لان الغاز اللي اون كونتاكت افيك هاد لو بيستون كاين تماس بيناتهم. دونك تماس هنا وموزع، لأن موزع على الديسك كامل. troisièmement la force modélise l'action du piston sur le solide، donc تأثير ديال هاد البيستون على solide. c'est une force intérieure ou bien extérieure justifiée. donc c'est une force intérieure parce que le piston appartient au système étudié. le système اللي قلنا في الأول هو solide مع البيستون، donc هادو بجوج هما système. من القوة المطبقة من طرف بيستون على سوليد واش انتيريو ولا اكستيريو، دونك هي انتيريو لان هذا كينتمي للمجموعة المدروسة. كاتريام كيستيون بريزونتي كاليتاتيفمون لا فورس اف اكزيرسي بار لو غاز سيغ لو بيستون، دونك القوة المطبقة من طرف الغاز على البيستون كتكون هنا، كنمشيو للبيستون كنمشيو للوسط ديالو، فورس غتكون الفوق لان الغاز كيدفع البيستون الفوق. بالنسبة للطول ديال اف ما عندناش، لان ما عندناش مطلبوش منها لي شيل وما عندناش حتى القيمة ديالها هنا في هاد الحالات، مطلبوش منا نديرو لي شيل. دونك لا سانكيام كيستيون، كيل لا بريسيون بي ان دي غاز ان انتيريو دي ريسيبيون افون دو بوزي لو كور، كنطلبو منا قيمة الضغط قبل ما نحطو هداك لو كور اس، دونك ملي كان السيلندر في الاول. دونك هنا بويسكو لا ماس دي بيستون انيجليجابل، دونك الكتلة راه مهملة، الوغ لا بريسيون ا لانتيريور ايتيغال لا بريسيون اتموسفيريك، دونك الضغط الداخلي كيساوي الضغط الخارجي. الضغط الداخلي هو بي واحد، الضغط الخارجي هو بريسيون اتموسفيريك، هو 10^5 باسكال عطاونا في لي طوني ديالنا، لان البيستون ما عندوش كتله دونك ما غاديش يكون كيضغط على على الغاز، دونك غيكون الضغط عادي. لا ديرنيير كيستيون هي ديتيرميني لا بريسيون بي 2 دي غاز ان لانتيريور دي ريسيبيون ابري افوار بوزي لو كور، ملي حطينا دوك لو كور اس على البيستون اللي باخضر، دونك هنا تما تزاد القوة وبان بأن البيستون نزل، دونك غيكون عندنا ضغط جديد خصنا نقلبو عليه، دونك غيكون الضغط كبر، دونك خصنا نلقاو قيمة كبر من 10^5. دونك في الأول دابا القوة اللي عندنا جديدة، عندنا البريسيون يعني ديال هداك بالبوا، وعندنا ولا القوة ديال البوا، عندنا القوة ديال الأتموسفير. كنعرفو بأن أون سي كو أن البريسيون هنا هادي بيرا ديال البوا، هادي بريسيون هادي الضغط هو القوة على المساحة، دونك القوة راه كتساوي لنا الضغط مضروب في المساحة، دونك هاد بي ديال الاتموسفير غنعوضوها. دونك بالنسبة للقوة كاملة هي اللي غندخلو فيها البريسيون دو، لأن اف كتساوي بي في اس، دونك اف تانية هي اللي فيها جوج القوى هي بي دو بريسيون دو في لا سيرفاس ديال داك الديسك اللي بالأخضر، بي اللي هي ديال البوا هي اف جي، وبالنسبة ل اف ديال الاتموسفير القوة اللي مطبقة الضغط الجوي فهي بي واحد مضروبة في لا سيرفاس. دونك الا بغينا بي جوج غنقسمو كلشي على اس باش نختزلو هنا اس، دونك غنقسمو هنا تبقى لنا بي دو ام جي على اس، وهنا بي ان بي ان على اس، وهنا كانت عندنا اس، دونك غتمشي لنا اس و اس هنا، دونك هاد الاس غادي نحيدوها.
انا خصنا نديرو بي واحد في اس على اس، دونك هتمشي اس مع اس، دونك كتبقى عندنا بي دو كتساوي ام جي على اس زائد بي ان. دونك الا بغينا بي دو بالنسبه للمساحه هنا ديال هذاك الديسك، ديسك يعني المساحه ديالو هي بي ار كاري، اي قرص مساحته هي بي ار كاري، و ام جي هي قيمه البوا، بي ان هي 10 أس 5. دونك غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك، ام هي 0.4، جي 10، بي ان نخليو كيما هي، والشعاع نحولوه من سنتيمتر لمتر، و 0.05 اس 2 زائد 10 أس 5. دونك القيمة اللي غادي نلقاو ديال بي دو بريسيون الجديدة هي 1.005 10 أس 5 باسكال، اللي هي أكبر من الأولى بات 0.005. البوا غادي نحاولو أني لاكولو باش نوزن هاد البوا، باش نفرقو بين هاد بي وهاد بي، هادي بي بريسيون وهاد بي هي البوا. دونك هنا باش يبان لنا الفرق، دونك بوا عوضناه بإم جي، والبريسيون كتبقى ديما هي بريسيون. عندنا هنا في اف هي بريسيون التانية، دونك جديدة بعد ما حطينا داك الكور اس على البيستون، وهاد بي واحد هي الضغط الأول اللي كان تساوي 10 أس 5، لقينا في الآخر لافالور هي 1.005 10 أس 5 باسكال.